بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل إنس ولا
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون؟ يطوفون بينها وبين حميم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم
حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام متكئين على رفرف خضر وعبقري فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.